اهلا بحضراتكم مره تانية. وقبل ما نبدا معاكم فقرات صباح الخير يا مصر، خلونا نصبح على منا اللي منورانا في الاستوديو. منا صباح الخير عليك. ازيك يا جمانة؟ ازيك يا حسام؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حسام، منوره مكانك. الله يخليك. ميرسي. النهارده الجو حر يا حسام قبل ما تسلم. لا هو الجو حر بقاله كتير، وانا يعني انا شفت كميه حر. هو الاسبوع اللي فات كان حر قوي يا منا، احنا لسه مكملين ولا اعلى ولا هيخف شويه؟ اعلى. اعلى. شكرا. عفوا. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير على كل مشاهدينا، اهلا بيكم. خلينا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده الطقس هيكون حار ورطب على القاهره الكبرى والوجه البحري، وهيبقى فيه ارتفاع في نسبه الرطوبه، هتخلينا نحس اكتر بدرجه حراره زياده عن المتوقع بنسبه مثلا تتراوح من درجتين لاربع درجات. في كمان النهارده شبوره مائيه خفيفه هتكون موجوده الصبح على الطرق المؤديه للقاهره الكبرى، وكمان هيكون في نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 36 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 30 درجة، وأعلى درجة حرارة في أسوان 42 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن خلينا نعمل كده بسرعة جولة مرورية في أماكن مختلفة ومحافظات مختلفة. هنبتدي جولتنا من القاهرة زي ما احنا متعودين، ومنطقة عبد المنعم رياض. هنمشي معاكم في اتجاه كوبري الأكتوبر، هناخد مناطق الإسعاف ورمسيس، احنا شايفين انه بيشهد سيولة مرورية. هنكمل معانا وكل اللي مكمل معانا أعلى الكوبري في اتجاه مناطق غمرة والعباسية والشرابية وحدائق القبة، وكمان شارع بورسعيد لغاية ما يوصل الزاوية الحمراء وكوبري السواح. المنطقة دي كلها احنا شايفين انها مكسوة باللون الأخضر وبتشهد سيولة مرورية. نروح اسكندرية ونوصل لكورنيش البحر المتوسط، وزي ما احنا شايفين المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي فيها سيولة مرورية، ومنطقة الكورنيش كمان بشكل عام احنا شايفين فيها سيولة مرورية، لغاية ما نوصل لمكتبة الاسكندرية اللي برضو عندها سيولة مرورية، وبتفضل السيولة دي مستمرة لغاية ما نوصل لقلعة قايتباي. هنروح دمياط ونوصل لعند دمياط، ونبتدي من طريق دمياط كفر البطيخ اللي احنا شايفين انه بيشهد سيوله مروريه. هناخد من عند طريق دمياط راس البر ونوصل لغايه طريق الهويس ونوصل للكورنيش، احنا كل ده شايفين سيوله مروريه نسبيه. هناخد الكورنيش ونبتدي من عند عزبه الخياطه ولغايه ما نوصل لمبنى المحافظه محكمه دمياط القديمه، كل ده فيه سيوله مروريه حاليا. نوصل للصعيد ونوصل لأسوان ونتابع الحلقة المرورية هناك، ونبتدي من ميدان السادات وتحديدا من كنيسة، من كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل، ومنها لشارع النيل اللي احنا شايفين ان هو بيشهد سيولة مرورية. طول ما انت ماشي مش هتلاقي كثافات مرورية، الا قد تلاقي بعض الكثافات عند مناطق الفنادق، بعدها التمركز ده هيعدي وتكمل بسيولة مرورية لغاية اخر الشارع. احنا كده نبقى خلصنا جولتنا المروريه السريعه، نرجع على طول لحسام والجمانه ونبتدي معاهم النهارده فقراتنا واخبارنا. اتفضلي يا حسام. اتفضلي يا جمانه. شكرا جزيلا. شكرا.